نعاودوا معنا السي محمد من الدار البيضاء. السلام عليكم سيدي محمد. كيدرس هاد بخير؟ لاباس. ساعه سعيده ما استفدناكم. مرحبا وحنا سعداء نسمعوا. سي جمال اللي هاد العام هذا عانى معنا بزاف الله يرحمه الوالدين. عنده واحد الاستشاره الله يرحم لكم الوالدين. الو هو كيسمعك هو معك. الله يرحم لكم الوالدين واستشاره كاع الاعلاميين الله يرحم الوالدين اللي كان هاد العام ديال البطوله نساو. انا غندير باسم الرجاويين كاملين الله يرحم لكم الوالدين. دابا حنا غنلقى واحد 100,000 ديال البشر كيسمع هاد الراديو هذا غير باش يعرف الجديد اللي كاين. راه بنادم مقسم ولا كيمين ما قد ياكل. انا كنقول على الظروف ديالي انايا. بنادم ما عندوش المورال ما عندوش باش يخدم باش يدير اي حاجه. الا كان الله يرحم لكم صافي العام بطوله صافي ثلاثه صافي ماشي مشكل صافي عرفنا الله يرحم الوالدين بطوله 20 عام ديناها صافي انت هو ماشي كل اي حوار بقاو يبدو العام اللي فات. وعرفتي البطوله العصبه مشات صافي 90 عام ديناها صافي شتينا ماشي مشكل. ولكن شنو هو الجديد؟ شنو وجد العام الجاي؟ ها هو الله ولكن ها هو جمال طرح عليه السؤال سولو يقول لك واش الزيات غيجيب من المدافعين واش غيجيب من اللعابه؟ الا ما كانش غيجي يخرج على الجمهور راه الزيات باش يجيب من اللعابه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه واش اللعابه ما كاينينش ونجيب لي اللعابه؟ واش عبد الله كاع فاروق دايرين سينياتور كاملين نديروا تعافوا من حنايا؟ حنا عندنا ما خاصناش خير الحمد لله. تبارك الله عندنا 10 في الاحتياط و10 راه ما مستدعيش راه بخير حنا ما خافنا حتى خير حنايا. اش يبان لي حنايا دابا حنايا واش عيب مطلب بوست واحد شي واحد توعد راه اختي كيبان لي قال لي راه العام الجاي راه منصور وقال ولا غادخل بلاصته باش شي واحد خدام. راه نقول لك اللي كاين والسيات هذيك الهضره ديال الفرونسي ولا ديال لونجلي ولا العيبات اش راه ما قاديش ميجي خرج الكواري. نعم شوف 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 ما غير ما تطعنش في الاشخاص وقول لي بغيتي. انا هذاك الفرنساويه ولا داك الشيء هذاك رئيس ديال الفريق احترمه. نعم انت قول الراي ديالك. حتى واحد ما قال لك ما تقولش هذا الراي ديالي ولكن بقات باش ما تجرحش الرئيس ديال الرجاء. اي رئيس ديال الفريق ما نجرحوش. شوف رجاوي رئيس باش واحد يخرج الفريق بهذ الازمه هذه راه شابولي. ولكن شوف انا ما نذكر ما سميتو ماشي نقول زعما كاين الايجابيات ديالو نكره. لا سيدي خداها في واحد الازمه طوب ديالها ولكن راه جاب لعابه وعاون الفريق بالسياسه ديالو الحمد لله خدينا جوج القاب. انا ما نكرش هادشي صافي اذا قلتي اشويش. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.